عشان نتكلم اكتر عن لقاء الزمالك وبيراميدز، وكمان عن لقاء الزمالك والبنك الاهلي. معانا على التليفون نجم النجوم الزمالك السابقين كابتن صالح موسى. ابو الكباتن، حبيبي محمد، اخبارك ايه؟ وحشني يا ابو الكباتن. الحمد لله، تمام. اولا مبروك، 3 نقاط غاليين جدا امام منافس قوي بيراميدز. الماتش كان صعب، وماتش بيراميدز من اللقاءات اللي ما بيكونش فيها توقعات. الفرقتين اقوياء، بيراميدز عنده سكواد قوي جدا مع مدير فني ذكي بيعرف يلعب امام الفرق الكبيره. كنت تتوقع الزمالك يباغت بيراميدز ويقدر يسجل للمره الثالثه على التوالي في اول 5 دقائق؟ اكيد طبعا، ماتش الزمالك طبعا وبيراميدز على طول ماتشات قويه جدا، يعني ندي بندي بيبقى على طول منافسين، لكن طبعا المباراه بين البطل والرصيف طبعا بتبقى مباراه قويه طبعا، لكن الزمالك طبعا بيعرف يتعامل في الماتشات الكبيره وبيعرف يسيطر في الماتشات الكبيره، واحنا طبعا حظنا على طول موفق جدا في الماتشات المواجهات كلها اللي بينا وبين بيراميدز. اكيد كان ماتش صعب، اكيد اهم حاجه كان 3 بونت في الماتش دوت، مش 3 بونت، المنافس ليك اللي بيلعب معاك اللي ضدك، فالماتش معاه بيبقى 6 بونت يعني، فالحمد لله طبعا المكسب اهم حاجه، مش مشكله الاداء في الماتشات الكبيره ديت، لكن اهم حاجه المكسب بس. والاداء كان كويس، يعني انت شفت الاداء ما كانش جيد. اكيد طبعا، اكيد طبعا كان كويس، لكن كان الشوط الاولاني برضو على الفترات، لكن الشوط الثاني على طول الزمالك بتحاول بيبقى اقوى طبعا في الشوط الثاني، دي شفناه اغلب الماتشات الفترات اللي فاتت، ان الزمالك في الشوط الثاني بيقدر يحول الماتش، بيقدر يؤدي اللعيبه بشكل كويس جدا، صحيح. بيقدر يسيطروا على المباراه في اي فرقه بيلعبوها، فالشوط الثاني بيبقى فيه تحول لمستر فيرا طبعا في الماتش. هل شفت ان الجول كان من جمله متمرنين عليها؟ جيزوالدو فريرا بدأ يوجد حلول للتسجيل غير الحلول الفرديه او الاختراق، زي التسديدات والجمل من كورنر او فاول او اوت. طبعا شفنا طبعا في شغل طبعا هو في الفترات اللي فاتت طبعا من سفيرا للماتش للجوائن زي كده بيأدوها بشكل كويس، عندهم تكتيك، عندهم شغل بينفذوه بشكل كويس جدا، فشفنا في مختلف في ماتش في جوان بتيجي بشكل تاني بشكل شغل مدرب يعني، فدي كانت ظاهره جدا طبعا، سواء حتى لو سجلوا منها او بينفذوها على مدار الماتش، شفنا الشغل في ريبيا مش بيشتغل بشغل الكرات الثابته، الكرات البينيه، فالحاجات القصيره وانتوهات، فشفنا حاجات مختلفه كثيره جدا شغالين عليها الفتره اللي فاتت صراحه. هسألك سؤال لسه بدري عليه، ولكن لازم نستعد له من دلوقتي ونشتغل عليه من دلوقتي. ماذا ينقص نادي الزمالك للفوز بدرع الدوري للعام الثالث على التوالي؟ اللي ينقصهم حاجه واحده بس، لان اللعيبه لازم يكون عندهم اصرار وعزيمه ان هم يفضلوا يستمروا، هم البطل، هم البطل على الموسمين اللي فاتوا، لازم يبقى في الاستمراريه، في الثقه، في الطموح، في الهدف، عندهم اقوى يقوي كمان هدفهم ويقوي كمان طموحهم، ولازم يبقوا عندهم اصرار ان هم لازم ما يفوتوش لحظه واحده في اللي هم يفرحوا جمهور الزمالك، فلو وصلوا للحته دي هيقدروا يحافظوا على اللقب. إن شاء الله يكون الحفاظ على اللقب وبداية مشوار مهم جدا، حلم كبير، بطولة أفريقيا. الزمالك في مجموعة مش هقول صعبة ولا سهلة، كل الفرق صعبة، معانا الترجي والمريخ، شباب بلوزداد. نصيحتك إيه للعيبة والفريق علشان نوصل للأميرة السمراء وحلم بطولة أفريقيا لنادي الزمالك السنة دي؟ هم حلم افريقيا طبعا ده حلم كبير جدا، وحلم الجمهور نادي الزمالك انهم حلم افريقيا بقى لنا سنين كبيره جدا بنطمح ان احنا ناخد البطوله دي. طبعا هم اللعيبه والجيل اللي موجود دلوقتي الموسم اللي فات والموسم دوت محققين بطولات نادي الزمالك، فلازم يبقى عندهم هدف كبير جدا ان هم لازم يحققوا البطوله الافريقيه اللي هي الاغلى بالنسبه لنا الفتره اللي جايه، واللي هو اللي نفس جمهور الزمالك يفرح يوصل بيها، ليه اكيد طبعا، فبنتمنى طبعا ان بقى في اصرار وتركيز جد كبير جدا من اول البطوله الافريقيه لحد الاخر البطوله، مش هنخرج من ادوار صغيره او مش من في ماتشات صغيره لازم اللي يبقى فيها اللي هو الحسبه سهله. اول لقاءين نخلص فيهم 6 نقاط، ماتش هنا في القاهره شباب بلوزداد، وماتش في السودان ماتش مريخ، مع احترامنا لكل الانديه طبعا كلها صعبه، ولكن دول ماتشين 6 بونت في جيبك ضمنت بنسبه 90% صعود. هي مشكله برضه محمد ان احنا الماتشات الصغيره زي ديت برضه في الفترات اللي فاتت ما كناش بنهتم بيها بشكل قوي، فكنا ممكن يحصل تعثر في سواء تنزل بثقه زياده بالظبط تاذيك كده فبتتفاجئ، فاحنا مش عايزين دي، لازم يبقى في دروس خدناها وتعلمناها من المرحله اللي فاتت في البطوله الافريقيه، فلازم نهتم بالماتشات الصغيره قبل ما نهتم بالادوار اللي بعد كده والماتشات دي
كبير عشان توصل للادوار اللي بعد كده والماتشات الكبيره لازم تهتم بالماتشات اللي انت الصغيره اللي بالتفاصيل الصغيره اللي توصلك للحلم الكبير. زي كده منتخب المغرب اهتم بكل التفاصيل صغيره وكبيره واهتم بكل حاجه وقدر يوصل لدور قبل النهائي في كاس العالم. النهارده شايف ازاي وتوقعاتك ايه للقاء المغرب وفرنسا الساعه 9 وحلم لينا كلنا ان شاء الله؟ والله يا محمد طبعا كلنا فخورون بالمغرب ومنتخب المغرب بالاداء والوصول بالشكل دوت، كلنا كعرب فرحان لهم بريك لهم كلنا في ظهرهم طبعا. لكن الفرق دلوقتي لعيبه المغرب دلوقتي ما يعني طموحهم عالي، الهدف بتاعهم عالي، هم دلوقتي بقوا مصدقين نفسهم، هم دلوقتي ما بيلعبوش على يعدوا الادوار الابعد، لا دلوقتي بيلعبوا اللي هم طمعانين في البطوله عايزين يوصلوا للنهائي. فطبعا ده الحاجه اللي هم اللعيبه الطموح عالي عندهم جواهم، خلاص هم بقى مصدقين نفسهم. صحيح. هم بقى دلوقتي طموحهم اكبر من اللي هم عايزين يعدوا ادوار، هم دلوقتي بيبصوا للبطوله، تفكيرهم كله للبطوله. بنتمنى لهم توفيق طبعا، ماتش صعب جدا، ماتش فرنسا وماتش قوي جدا، لكن هم قدروا يبقى هم الاقوى وهم الافضل على المنتخبات كثيره جدا اللي لها اسماء خرجت. فهم دلوقتي بيصنفوا من المنتخبات الكبيره اللي هي ما بيستهانش بيها. فرنسا اكيد عامله حساب كبير جدا لمنتخب المغرب، عامله لهم الف حساب، لان المنتخب المغرب عنده لعيبه وعنده روح جماعيه كبيره جدا تقدر تخليه اللي هو ياخد البطوله. طبعا اكيد ان شاء الله بتمنى لهم التوفيق المطلوب. إن شاء الله التوفيق يكون حليف منتخب المغرب. شكرا جدا كابتن صالح موسى، سعدنا باللقاء والكلام مع حضرتك.